السلام عليكم أصدقائي، أتمنى الكل بخير. فيديو اليوم راح يكون موجه بصورة خاصة للأشخاص اللي يريدون تليفون بحدود 300 إلى 320 ألف دينار عراقي أو 200 إلى 220 دولار. وبهذه الفئة السعرية زلزال من شاومي نزل للسوق ويعتبر واحد من أفضل الأجهزة الموجودة حاليا ضمن هذه الفئة، طبعا لم يكن الأفضل. وإذا تفكر شنو تشتري بهذه الفئة السعرية، فالبوكو إكس 3 برو متأكد راح يكون خيارك القادم، لأن دائما سلسلة البوكو من شاومي تقدم لك خيارات ممتازة ضمن الفئات السعرية. فأنصحك أن تكمل الفيديو للأخير، لأن راح أشيلكم ميزاته وعيوبه حسب استخدامي لهذا الجهاز. لذلك هل يعتبر البوكو إكس 3 برو أفضل خيار حاليا موجود بالسوق؟ تابع الفيديو للنهاية حتى تعرف كل شيء عن هذا الجهاز. أنا محمد من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم. قبل ما أبدي مواصفات الإكس 3 برو راح أقول لكم سعره الخرافي، واللي يتوفر بشكل رسمي بأسواقنا بسعر 219 دولار، يعني تقريبا 320 ألف دينار عراقي. الجهاز متوفر من شباب بمركز شاومي بغداد اللي مشكورين وفرونا هذا الجهاز، وأي شخص يحب يطلبه موجودة أرقامهم بالوصف أسفل الفيديو. زين، هسه أنت تسألني شنو اللي راح أحصله بهذا الجهاز وبهذا السعر؟ تعالوا نبدي واحدة واحدة. إذا نشوف تصميم الجهاز فبصراحة تصميم تقليدي وعادي، وشايفه بإصدارات سابقة من بوكو، وماكو شيء مميز به عن الأجهزة الأخرى. موجود شعار بوكو بالظهر اللي مصنوع بالكامل من البلاستيك، لكن الحلو هنا عندك طبقة حماية من جورين غوريلا جلاس من الجيل السادس، وهاي الحركة نادرا نشوفها بجهاز بنفس هذه الفئة السعرية. وشكل الكاميرات اللي تشوفوها أمامكم بصراحة قبيح، أبد ما عجبني شكلها، وأيضا بارز بشكل كبير جدا من الظهر، وبالتالي إن سقط منك هذا الجهاز فممكن أن تتعرض الكاميرا إلى الكسر. لذلك أنا أنصحك أن تستخدم كفر الحماية اللي موجود بداخل العلبة. أيضا من الشغلات اللي شفتها بالجهاز هي وزنه 215 غرام، شوية راح تحس بثقله بيدك وحجمه كبير شوية، لذلك راح تعاني بالتحكم بالجهاز بيد وحدة، خصوصا إذا كانت إيدك صغيرة مثلي. من الأسفل عندك مدخل سماعات 3.5 ملم ومدخل شحن من نوع تايب سي، والأجمل عندك سماعتين ستيريو سبيكر دول سبيكر، واحدة بالأعلى والثانية بالأسفل. هذه تعتبر ميزة بالجهاز تنطيك صوت ممتاز جدا بهذه الفئة السعرية، ومثل ما تسمعون هذه تجربة الصوت. مع هذا الجهاز السماعات بشكل عام تقدر تعتمد عليها سواء بالألعاب أو مشاهدة المحتوى، لكن ما تعتبر أفضل شيء موجود مقارنة بأجهزة الفلاكشيب، لكن أفضل من وجود سماعة مونو واحدة. أيضا إذا نحكي على نظام الحماية البيومتري، فهنا عندك بصمة جانبية مميزة، بصراحة ما واجهت صعوبة أو تأخير في فتح وغلق الجهاز، مباشرة يفتح عندي الجهاز مجرد ما أضغطها. وميزة مهمة أخرى أيضا موجودة بهذا الجهاز هي مقاومة الرشات الماء بمعيار الـ IP53، وانتبه لهنا يا صديقي، رش خفيف مو تسبحة وياك وتعطله وتجي تدق عليه، أنا نبهتك وبقل باقي يمك. إذا نجي من الأمام فهنا عندنا شاشة IPS LCD مقاس 6.67 إنش وبدقة الفول HD بلس وبكثافة بكسلات 395 بكسل بالإنش الواحد. الشاشة تعتبر ستاندرد اللي موجودة بمعظم هذه الفئة. نقطة ضعف شفتها بشاشة الجهاز هي سطوع الشاشة، بالإضاءة الخارجية راح تواجه صعوبة شوية برؤية الشاشة بوضوح عالي بهذا الوضع، لكن نقطة نرفع القبعة على شاومي عليها هي طبقة الحماية اللي موجودة على الشاشة، ومن جيل نادرا نشوفه بهذه الفئة السعرية، من غوريلا جلاس من الجيل السادس، واللي راح تحمي شاشتك من الكسر إن سقط الجهاز من إيدك من ارتفاع 1.5 متر. لكن الشيء المميز بهذه الشاشة لازم نحكيه هنا هي دعمها المعدل التحديث العالي أو الرفرش ريت 120 هيرتز، هذه راح تنطيك سلاسة وسرعة بالتقليب بين الصفحات ومواقع السوشيال ميديا. لكن هذا التردد هل راح يكون مفيد لك بالألعاب؟ وهنا راح ندخل بالأداء، وبصراحة ما راح تحصل بأي جهاز آخر من ضمن فئة السعرية، لأن البوكو إكس 3 برو هو أول جهاز بعالم الأندرويد يشغله معالج من كوالكوم الفلاكشيب 860، يا أصدقائي 860 بمعمارية 7 نانومتر. هسه تسألني أنت هذا 860 شنو موقعه بين المعالجات؟
فهنا راح أجاوبك إنه هذا المعالج موقع بالضبط بين السناب دراجون 855 بلس والسناب دراجون 865، يعني أي لعبة أي تطبيق تحت أي حمل تشتغل بسلاسة وبراحتها وبدون أي مشاكل. أطمئن، لا تعليق لا تهنيق لا حماوة، أطمئن من هذا الجانب. ينطيك أداء أفضل وعمر أطول، وبنفس الوقت معالج رسومي هو الأدرينو 640 اللي ممتاز جدا، وبرام بسعة 6 جيجا بايت من الجيل الأحدث والأسرع LPDDR5، وذاكر أيضا من الأسرع والأحدث بسعة 128 جيجا بايت من نوع UFS 3.1. وهذه نشوفها غالبا بالأجهزة الغالية اللي توصل سعرها أكثر من 400 دولار، فتخيل شاومي شلون ده تحرق السوق حرق. وضيف لهذا عندك إمكانية تستخدم بطاقة الذاكرة الخارجية من خلال مدرج السيم كارتات. لذلك هسه تسألني عن المعالج وعن الأداء بالألعاب، فحب أقول لك يا صديقي هذا المعالج الرسومي ينطيك أعلى أداء ممكن، معالج فئة عليا. واللي يسأل عن الألعاب خصوصا ببجي كول اوف ديوتي، فحب أقول لك يا صديقي أن لعبة ببجي تشتغل على أعلى فريمات الإكستريم وبجرافيكس HD، وخلال اللعب قدرت أوصل لمعدل الفريمات بحدود 70-75 فريم. هذا الشيء ممتاز، لكن بالنسبة لكول اوف ديوتي فبرمجياتها تختلف وتشتغل بأعلى أعدادات وبكل طاقتها، وبالتالي راح تستفاد من معدل التحديث هذا وراح تحس بسلاسة وسرعة خلال اللعب. صح ما راح يوصل لل 120 هرتز، لكن انت ما عندك غير خيار، اما 60 او 120 هرتز، وماكو اي حل وسط بينهم. وبالتالي اذا نشوف هذه الخلطة السحرية من شاومي بالأعداد الصلب من معالج الى معالج رسوميات ورام، فجاي تشوفون مواصفات جهاز فلاكشيب بسعر 219 دولار. اي صديقي 219 دولار، الصراحة شاومي خبلت العالم وقلبت السوق قلب. عبالك لهنا وانتهت مواصفات الجهاز، يا معود قول غيرها بعدنا بالبداية. اذا نجي ونشوف البطارية، فالX3 Pro دي بطارية عملاقة حرفيا بحجم 5180 ملي امبير مع شحن سلكي خارق بقدرة 33 واط. هذه البطارية انطتني فل شحن خلال ساعة تقريبا وخمس دقائق وعشر دقائق، هذا الشيء ممتاز جدا لهذا الهاتف بهذا السعر. وكيد هذه الشاحنة راح تلقاها موجودة داخل الباكيت، وعن تجربة البطارية تمشيك يومك وانت مرتاح. إذا استخدمت الجهاز استخدام مكثف فتمشيك بحدود 7 ساعات إلى 8 ساعات. أيضا راح تحصل على 4 كاميرات بالظهر، أساسية بقوة 48 ميجا بكسل فتحة عدسة F1.8 و8 ميجا بكسل عدسة واسعة ألترا وايد، عدستين ماكرو عمق بدقة 2 ميجا بكسل. الأداء جيد جدا بالتصوير لكن ما يعتبر الأفضل، راح نحصل على صور جيدة مختلف ظروف الإضاءة خصوصا العدسة الأساسية، ألوان وتباينها وديناميك رينج محترم جدا. تقدر أيضا تصور فيديوهات بدقة 4K معدل 30 إطار بالثانية، إضافة إلى دعم للتثبيت الرقمي للفيديو EIS، وبالتالي راح تحصل على فيديو جيد جدا باهتزازات قليلة. أيضا عندك كاميرا السيلفي موجودة بالثقب بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2. مثل ما تشوفون أصدقائي نتائج التصوير أمامكم، ألوان جميلة أقرب إلى الواقع، ومن تسوي زوم للصورة ما راح تفقد تفاصيل كثيرة. أيضا عجبني بشكل أكبر البوكيه، يا أصدقائي البوكيه انطاني صور جدا جميلة بعزل الحواف، فأداء الكاميرات محترم ولا غبار عليه وحالة حالة لكثير من الأجهزة المتوسطة اللي موجودة حاليا بالسوق. بالختام أصدقائي ما أعتقد بقى شيء نذكره بالفيديو، بس يمكن بقى نذكرت شغلة جايز أن تكون مهمة لبعض المستخدمين، هي تقنية الـ NFC والـ AR Blaster اللي تقدر تحول تليفونك إلى ريموت كنترول. ومثل ما شفتوا أصدقائي ذكرت لكم كل الميزات وكل العيوب اللي شفتها بالجهاز، معالج ممتاز، بطارية ممتازة، شاشة محترمة، كاميرات تقدم لك أداء عالي، لكن تصميم الجهاز بشكل عام بالنسبة لي ما عجبني. ممكن أنت يعجبك هيجي تصميم جهاز، خصوصا بروز الكاميرات بالظهر جدا شكلها قبيح، لكن مثل ما قلت لك إذا استعملت الكفر اللي موجود بداخل العلبة فهنا نطمئن راح ينمحي هذا الأثر. وكل هذا 219 دولار أو 320 ألف دينار عراقي. أكون هنا أصدقائي خلصت فيديونا لهذا اليوم، أشكركم من حسن متابعتكم وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي، في أمان الله.